فازت وزارة الإعلام بالجائزة الفضية عن البرنامج الإذاعي نحييها لنحيا في فئة البرامج الصحية ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 23، والذي اختتم فعالياته الخميس على مسرح قرطاج في تونس. يذكر أن برنامج نحييها لنحيا من إنتاج وزارة الإعلام ومن إعداد وتقديم الزميلة آلاء البناء وإخراج الزميل صابر السعيد. إلى برنامج نحييها لتحيا وهو من إنتاج وزارة الإعلام في البحرين. البحرين، من المغرب إلى البحرين نحتفل هذا المساء. أين أنت يا بحرين؟